ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على اهم ما يميز اصحاب برج السرطان، وهنتكلم كمان على بعض التحذيرات المهمه جدا جدا لاصحاب برج السرطان. برج السرطان يستاهل قوي قوي الموضوع ده، لان هو موضوع مهم جدا. موضوع اللي احنا هنتكلم فيه الحاجات اللي بتميز اصحاب برج السرطان، التعامل مع الناس بيكون عامل ازاي، كمان خصوصا في الفتره دي لان هو مضغوط جدا جدا. وهنتكلم على التحذيرات الهامه قوي قوي عشان نقدر ان احنا نساعده بقدر الامكان. خلونا في البدايه بس نتكلم على المميزات. بس قبل ما نتكلم، ما تنسوش تعملوا شير كتير لاصحاب برج السرطان عشان يسمعوا الفيديو ده، لانه مهم جدا يعني جامعين حاجات كتير قوي قوي هتكون مفيده لاصحاب برج السرطان. اول حاجه اللي بيميز اصحاب برج السرطان ايه؟ اول حاجه معروفه قوي قوي العاطفه، عاطفيين جدا جدا، اللي هي ناتجه عنها الطيبه والحنيه. عندهم عاطفه حلوه قوي، بيحبوا يساعدوا الناس جدا، عندهم شغف قوي للحياه والرومانسيه والحاجات العاطفيه، وان هم بيحبوا المساعده جدا جدا، بيحبوا يساعدوا الناس مساعده معنويه ومساعده ماديه بقدر الاستطاعه. يعني هم بيساعدوا الناس بكل طاقتهم، بكل حاجه هم عايشين فيها. قدروا يساعدوهم ماديا بيساعدوا، بيساعدوهم معنويا بيساعدوهم، بيساعدوهم بالاراء بيساعدوا. من نوع اللي ليه اشخاص كتير قوي قوي قريبين منهم، لكن طبعا حاجه بالنسبه للناس القريبين منهم هنقولها في التحذيرات، لكن دلوقتي احنا بنتكلم على المميزات. فهو انسان اجتماعي جدا او انسانه اجتماعيه جدا. برج السرطان شخصيه نقدر نقول الى حد ما شخصيه قوية، بتعرف تعتمد جدا جدا على نفسها، بيكونوا قد المسؤولية جدا. لكن شخصية ضعيفة في حتة معينة، في ان هي بتتظلم كتير وبتنجرح كتير وبتيجي على نفسها كتير، وبيعدوا كتير قوي عشان المركب تمشي، واللي هو بيتعبوا نفسيا وبيتعبوا جسديا جدا، بيتحملوا ألم وبيتحملوا عذاب كتير قوي. كمان اصحاب برج السرطان في حاجة مهمة قوي في الحاجات اللي بتميزهم، ان برج السرطان حاجه يعني ميزه قويه قوي قوي عنده، ان هو بيحب قوي يهتم بالاسره ويهتم بالعيله، يهتم ببيته جدا. برج السرطان سواء رجل او امراه شخصيه بيتوتيه، بيحبوا البيت جدا، بيحبوا الاسره قوي، بيحبوا انه يكون في جو العائله. عندهم حنيه قويه جدا جدا، تعرف او يعرفوا ان هم يحاجوا على العائله بتاعتهم وعلى اسرتهم وعلى اولادهم. عشان كده اصحاب برج السرطان نلاقيهم اب او ام ممتازين جدا جدا رائعين جدا، بيكونوا قدوة حلوة قوي قوي لأولادهم، بيكونوا بيعرفوا يعني يزرعوا في أولادهم الطيبة، قادرين ان هم يزرعوا في أولادهم الطيبة والحنية، وان هم يكونوا أشخاص يعني معتمدة على نفسها وأشخاص مسؤولة، ويكونوا في قرب ما بينهم وما بين بعض. برج السرطان بيحب قوي قوي ان هو على قد ما بيحب الخروج والانطلاق والفسح، على قد ما هو بيحب البيت ولمة البيت، وانه يجمع اولاده حواليه او يجمع عيلته حواليه. كمان اصحاب برج السرطان بيزعلوا قوي قوي ان حد منهم او من عائلته او من اسرته يقالوا له كلمه مش حلوه، يجوا عليه في حاجه، يظلموه، يخون، يغدر، ايا كان من اشكال الزعل عامله ازاي. فبيزعلوا جدا جدا وبيتعبوا نفسيا قوي، وممكن ما يتكلموش، يعني ممكن ما يقولكش في وقتها ان انا زعلان منك او حاجه ضايقتني، لا، هو بيشيل جواه ولازم يتعب نفسه نفسيا ولازم يفكر في الموضوع كتير، وبعد كده إن قرر يحكي هيكرر. فبرج السرطان من حنيتهم وعاطفتهم وطيبتهم الزياده قوي قوي بيزعلوا من اقل التفاصيل اللي ممكن تزعل، يعني في حاجه ممكن تزعل كلمه حتى لو انت مش قاصدها، هم بياخدوها جدا على نفسهم. ده ناتج على فكره عن طيبتهم وعن ان هم بيبقوا واخدين بالهم من طريقتهم في معاملتهم مع الناس. كمان برج السرطان معروف جدا جدا ان هو بيحب ان هو يتكلم مع الناس ويكون ليه اصدقاء كتير ويشاركهم الرأي، ولما يكون حد واقع في مشكلة يروح ويحل المشكلة دي، بيتحمل مشاكل الناس كلها. وممكن هو يكون عنده مشاكل يعني تهد جبال، لكن هو عنده القدرة ان هو زي ما هو عنده مشاكل كتيرة ان هو يسمع مشاكل اصدقائه او مشاكل الناس اللي هو يعرفهم ويحللهم المشاكل ويساعدهم، زي ما قلت بمس
مساعده ماديه معنويه الراي اي حاجه بيساعد جدا جدا الناس وعنده القدره على حل مشاكل الاخرين لكن هو عاجز عن حلول مشاكله هو شخصيا. كمان عنده تحدي، القدرة على التحدي قوية جدا جدا عنده. لما حد بيحطه قدام امر واقع هو بيكون قد قراره جدا، بيكون طب ينا ينت في الموضوع ده وانا هكون قد قراري جدا وقد كلمتي جدا، فهم عندهم القوة في النقطة دي. تعالوا نتكلم شوية على التعامل بتاع برج السرطان. برج السرطان بيتعامل مع الناس ازاي؟ برج السرطان قلنا ان هو بيساعد الناس والحتة دي كلها دي من ضمن المميزات، لكن في معاملته مع الناس ان هو ممكن انت تقول كلمة ما تقصدهاش او كلمة ممكن تكون جرحة شوية بتأثر جدا جدا في السرطان، وهيبدأ ان هو ما يقولكش في وقتها ما يقولكش، لكن هيعاملك على نفس المعاملة اللي انت قلتها له. يعني انت جرحته فهيبدأ ان هو يشيل منك وهتلاقي المعاملة بتاعته متغيرة، انت مش هتبقى عارف هو متغير ليه في المعاملة، لكن هو بالنسبة له انت جرحتني في كلمة. فين وفين لما تعرف ايه الاسلوب بتاعه اتغير ليه. عشان كده لما تلاقي معاملة اصحاب برج السرطان معاكوا اتغيرت، روحوا قولولهم انتوا ايه اللي غيركم، في حاجة حصلت، في حاجة اتقالت مني انا ما خدتش بالي منها وانتوا فهمتوها غلط. فاتكلموا معاهم، هم ناس طيبين جدا جدا، ممكن يقولوا لك كلام جارح ما يقصدهوش تماما. يعني برج السرطان ممكن يقول كلام هو ما يقصدش الكلام اللي هو بيقوله، لكن هو بني على الفهم الغلط اللي هو فهمه منك. كمان برج السرطان في العاطفة عنده شك رهيب، او نخلينا نقول ان هي غيرة رهيبة. الغيرة اللي بتأدي للشك اللي هي يجي ممكن لو واحدة برج السرطان تيجي تقول لك مين اللي كان بتكلمك، انت بتخني ولا ايه، هو انت ممكن تكلم واحدة تانية، على انت ممكن تتجوز عليا، انت ممكن، فاللي هي الغيرة اللي قدامنا او الشريك هيفهمها شك مش هيفهمها غيرة. طبعا ده هقولها في التحذيرات في موضوع الغيرة ده، فخلينا صحيين لحد ما ندخل على موضوع التحذيرات لان هي مهمة جدا. كمان من معاملة اصحاب برج السرطان مع الناس، هم اجتماعيين جدا وليهم اصدقاء كتير جدا. من معاملتهم ان لو اصحاب برج السرطان مخنوقين متضايقين، طبعا هم عندهم ضغوط كبيره جدا جدا 2019، يعني حقيقي قلتها لكم قبل كده، الله يكون في عون اصحاب برج السرطان، من الضغوط اللي عندكم كتيره خلال 2019، وكمان الفتره اللي فاتت كان عليها ضغوط كبيره جدا جدا من البيت والاسره، افعال حاجات فاتت مأثره عليكم جدا جدا. انا بس عايزه اتكلم في التحذيرات اكتر لان هي هتبقى اهم او هيبقى ليها فرصة اهم اكتر عشان الوقت بس لاصحاب برج السرطان. من التحذيرات المهمة ان انتوا ناس اجتماعيين تمام حلو قوي وليكم اصدقاء كتير حلو جدا، لكن عايزة التحذير الاهم، ما بلاش يا اصحاب برج السرطان ان كل حد يبقى صديقنا، ان كل الناس يعرفوا مشاكلنا، ان ممكن نحكي لحد حاجة وممكن يكون الحد ده مستنينا ان احنا نتكلم عشان يمسك الكلام علينا. كمان نخلي بالنا من الاقارب، الاقارب زي ما قلنا قبل كده عقارب، مش كلهم لكن في كتير قوي قوي منهم عقارب. مش معنى ان دي بنت عمي، دي بنت دمي، ده من بيبقوا من دم بعض ويقتلوا بعض. لسه الموضوع اللي حصل في فلسطين، بنت عمها كانت السبب في قتلها، خلت ابوها واولادها واخواتها يقتلوها بسبب الغيره والحقد. اصحاب برج السرطان انتوا عندكم غيره وحقد رهيب جدا جدا، 2019 معبيه حقد ليكم من الاقارب، من الناس القريبين جدا جدا منكم، سواء اصدقاء سواء ناس قريبين منكم من العائله. فياريت ان مش كل اسرارنا تتقال ليهم، مش كل حاجه تبقى مضايقه انا نفضفض معاهم، لا، عايز تفضفض فضفضوا مع نفسكم. اختاروا الناس بعناية جدا جدا جدا، ادرسوا الاشخاص اللي انتوا تتكلموا معاهم. مش معنى ان هو قريبك او قريبتك او قريبتك يبقى ستر وغطى عليكم، لا مش ضروري خالص. نخلي بالنا كويس جدا جدا، في ناس مستنيه لكم على غلطه، بتمروا بمشاكل قضائيه، في ناس موجودين في النص عشان يوقعوكم انتوا في المشكله القضائيه دي. نخلي بالنا من حاجات كتيره قوي قوي خاصه بالتعامل مع الناس، نخلي بالنا جدا ونركز في معاملتنا مع الناس. كمان اصحاب برج السرطان في شخص جديد دخل عليكم في النص الثاني بتاع 2019، الشخص ده الى حد ما لئيم، فنخلي بالنا كويس جدا جدا من الاشخاص اللئيمه اللي ممكن
انتوا عندكم روحانيات عاليه جدا واحساس قوي جدا، عندكم حساسات رهيبه، فهتحسوا الشخص ده وهتعرفوا الشخص ده اذا كان لئيم ولا لا، وبيتلائم في اي شكل وفي اي منظر بالظبط، هتعرفوا ان انتوا بتتعاملوا مع شخص لئيم. فعليكم بقى ان انتوا تتعاملوا المعامله الذكيه، المعامله الصحيحه، اللي هو مش عشان انا محتاجه الشخصيه دي او محتاجه مصلحه او عشان ما اظلمش حد من اهلي فاوقف الموضوع، او ان انا ابعد الشخصية دي، او اني انا اتعامل بعنف شوية، او ان انا اخد اعمل حدود شوية. لا، انتم محتاجين جدا جدا الحدود مع الشخصية دي حتى لو جيتوا على اشخاص منكم. يعني زي مثلا انتوا شلة دخل عليكم حد جديد في شلتكم في اصدقائكم، ممكن يوقع كتير قوي ما بينكم، يكون بيتلائم عليكم جدا، بيكون عايز يوقعكم في مشاكل، فعليك ان انت تكوني او عليك ان انت تكون مصحصحين جدا جدا، لان الشخصية دي بتتلائم بتتخابص عليكم، عايزة توقعكم في مشاكل، ابعدوا انتوا. يعني مش ضروري، يعني انتوا ممكن تنصحوا الشخصية اللي هي من باقي اصدقائكم او من باقي اهلكم لو كان الشخص ده جاي جديد على اهلكم، سواء كان مثلا جاي لخطبة حد من اهلكم او ايا كان. فعلينا ان احنا نكون عارفين ننصح، والنصيحة لله، وفي نفس الوقت ناخد حذرنا مع نفسنا احنا. فنخلي بالنا كويس جدا جدا من شخص جديد هيكون داخل علينا بيتلائم علينا، وانتم هتعرفوا كويس قوي قوي الشخصية دي بتتلائم في اي شكل او ليه بالظبط. كمان من ضمن التحذيرات قلتها كتير وهقولها تاني، وهقولها وعيد وزيد فيها كتير قوي قوي لاصحاب برج السرطان، انتم بتظلموا نفسكم كتير وبتيجوا على نفسكم كتير، ويمكن الفترة اللي فاتت انتوا عانيتوا قوي قوي من شخص كمان في العاطفة او اشخاص موجودة في العائلة. بعض العائلة بيتكلموا عليكم، بيقوموا عليكم، عايزينكم تقعوا في مشاكل كتيرة، بيوقعوكم في الحياة الزوجية بتاعتكم او في الحياة الاسرية بتاعتكم. فعلينا ان احنا نخلي بالنا كويس جدا. كمان ما تشيلوش هم الناس اللي مش شايلة همكم، وما تخلوش الناس اللي هي ضغط عليكم ومزعلاكم ومجرحة فيكم ووجعاكم بمعنى اصح تعيش اكتر من كده، او ليه تجرح تاني، او لا، انفضوا نفسكم وقاوموا وواجهوا، وانتوا قادرين ان انتم تواجهوا، اعتمدوا جدا جدا على شخصيتكم. يمكن انا قلت في فيديو اللي هو بتاع امبارح على الطاقه الايجابيه، ان انتم عندكم الطاقه الايجابيه مش قويه قوي، لكن انتم بقيتكم ان انتم تدعموا نفسكم، ادعموا نفسكم وادعموا الطاقه الايجابيه، هتساعدكم كتير على المواجهه. ادعموا نفسكم ازاي؟ اخرجوا، اتفسحوا، شوفوا اماكن جديده، واجهوا الناس، ما بلاش ان انتم تشيلوا هم كبير وهم الناس، والناس دي مش متحمله همكم اساسا. انتوا لما بتروحوا تشتكوا للناس دي، الناس دي بتسمع وبتنفض، يعني بتسمع عليكم الكلام، ولو خلاص انت قلت خلاص يلا طلع الكلام من ودني. فعليكم ان انتوا تكونوا مركزين جدا جدا، كونوا انانيين في مصلحتكم يا اصحاب برج السرطان، حقيقي بجد كونوا انانيين، انتوا محتاجين ان انتوا تكونوا انانيين. بصوا لمستقبلكم، بصوا لحياتكم، بصوا لصحتكم اللي عماله نفسيا بتتدمر، بصوا انتوا يمكن نفسيا افضل، يعني خلونا نقول كده ان انتوا داخلين على مرحله افضل، لكن محتاجين ان انتوا تنفضوا نفسكم، وانتوا اللي تقوموا نفسكم، وانتوا اللي تدعموا نفسكم. لو ما عملتوش ده هتفضلوا زي ما انتوا، واعذروني ان انا بقول ده، انا لازم اقول كده لان لازم نحذر بعضنا، احنا لازم نحذر بعضنا، محتاجين التحذير ده جدا جدا لاصحاب برج السرطان. طبعا انا طولت عليكم وبعتذر جدا جدا ان انا طولت وسامحوني. طبعا بشكركم جدا وبتمنى ان انا اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.